حدث المغاربية الآن جدل في تونس بشأن تحريم شرب الخمر في القرآن. تقرير وليد عبد الله. هل أن الإقبال على شرب الخمر في الإسلام حلال أم حرام؟ المسألة عادت لتطرح بقوة في تونس بعد تصريحات المفكر الإسلامي محمد الطالب في وسائل الإعلام. تحولنا إلى مقر الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين والتقينا الرجل هناك وكدأبه معه شمعته وسيجاره، وكان هذا جوابه. طرحنا القضية وتدبرنا وانتهينا في خاتمة المطاف بعد تدبر طويل إلى أن الخمر حلال في كتاب الله، لا تحدث عن كتب التفسير ولا عن كتب الحديث. تدبر الطالب النص القرآني وخاصة تصريحاته حول تحليل الخمر في القرآن.